forcément. Et لا من طلع دابا الرسميه طويله الى زعزوع داخل منطقه الجلسه ولكن الحارس كيتم السماع زاد الزيده والهدف من طرف لاعب عبد الحفيظ في الدقيقه الثانيه كاين لاعبين اللي واقفين رغم ان ما داوش راهم يخدموا. واش نقول لك، نطلب من الانصار الحقيقيين اللي يجي يعاونوا الفريق يوقفوا معاه، لانه هذا الفريق قلت لك غادي نحقق الهدف تاعنا هو الباقه. على بالي بلي ماهوش هدف كبير، لكن بالظروف كما يقول لك الوسائل ولا الامكانيات اللي كاينه، انا نقول بلي تتويج عدم التحفيز وانا نقولها بلي منذ لقاء شبه القبائل انا نقول ودرت الفريق تاعي، لانه كان يلعب بروح قتاليه، كان منسجم في كل جوانب الجوال. المورال رانا نكملوا في الشامبيون كما يقول لك بالسيف، وين كنا تلقينا وعود من عند الوالي باش تلقوا المستحقات تاعنا والمهنه تاعنا. نتحدى اي جروب واي مجموعه يجيبوا 50 نقطه في هذه الظروف اللي فتنا عليها احنا. مقابله صعيبه، فريق مولد يلعب من اجل التقدم في الترتيب ومام طون ينحي هذوك النتائج السلبيه. احنا قلت لك لعبنا اليوم من اجل نقول حضور، لانه قلت لك تحضيرات الاسبوع ما كانت جيده، انا كنت خايف من المقابله هذه اذا يمركوا لي زوج ثلاثه باسكو ما نكذبش عليك التحضيرات كانت سيئه للفريق. الحمد لله على التعادل هذا اللي حققناه في الدقائق الاخيره، وين مقابله ما كانتش سهله كونتر ادفيرسال اللي لعبوا دي جوار اللي حوسوا يبروفيو ويبينوا واش عندهم. كما تشوفوا المباراه تاع اليوم لعبنا كونت فريق مولوديه الجزائر، فريق طبق كره جميله، وين درنا اللي علينا باش نخلو طروفو هنايا ونكملوا في احسن ظروف. الحمد لله كيف تشوفوا نقطه فيها خير وان شاء الله نكملوا كيما هكا.